منح القائد العام لجيش ليبي خليفة بالقاسم حفتر المشير مهلة أسبوع واحد غير قابلة للتمديد لمن يغتصبون الممتلكات الخاصة أو العامة في البلاد بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليب أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون وتقديم جميع البيانات عنها اعتبار من الأول من أكتوبر المقبل. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.ly.